هذا سائل من هولندا يقول: نحن مجموعة من الشباب قمنا بتكوين مؤسسة في هولندا مسموح بها نظاما، تقوم بالدعوة على منهج السلف الصالح، وتقام فيها الصلوات، وقد أقبل الناس عليها بحمد الله. يقول: هناك مسجد ليس ببعيد عن المؤسسة، لكن إمامه عنده بدع ويميل إلى الأشعرية، ولا نستطيع القيام بالدعوة الصحيحة داخل ذاك المسجد. يقول: قال لنا بعض الإخوة من السلفيين إن إقامتكم لهذه المؤسسة فيها تفريق للمسلمين، وأنه يجب عليكم أن تغلقوها، هل نستجيب لهم ونغلقها ونرجع إلى ذاك المسجد الذي إمامه عنده بدعة، وماذا نصنع؟ هذا القائل إما أنه جاهل وإما أنه ضال. استمروا على ما أنتم عليه وصلوا وابنوا لكم مسجد وصلوا فيه واجتمعوا تعلموا وعلموا. نعم.